مرحبا، كيفكن؟ اليوم رحلتنا على كالجاري بكندا، خليكم معنا لحتى تشوفوها أكثر. الطيارة وصلت بكير قبل شروق الشمس، وهي منظر المدينة من فوق. بتمنى تكون فيديوهاتي عم تعجبكم وتعملوا اشتراك بالقناة. شغلة حلوة بالمطار إنه في عربات كهربائية لنقل المسافرين، بتقدروا تاخدوا بطاقات مواصلات العامة بتستخدموها كل اليوم ب11 دولار. الداون تاون تبع كالجاري بيشبه الداون تاون تبع تورنتو بس على أصغر. في مطعم بالداون تاون اسمه او اي بي، مشهور بفطوره الطيب. كالجاري هي عاصمة مقاطعة ألبرتا، سكانها بحدود 1.25 مليون. وصلنا على مول اسمه كور بمركز المدينة، وبتحسوه بيشبه المولات اللي بدبي. عاملين حديقة جوا المول لأنه الشتاء هون طويل وممكن ما يكون في خضار لفترة طويلة. وبنفس المول حاطين بركة فيها سمكات ملونة. واحد من أهم المباني بهاي المدينة هو هذا البرج اللي اسمه برج كالجاري. بتقدروا تطلعوا على هذا البرج من فوق لأنه في مطعم دوار، بس أنا رح أطلع على بناية أعلى لحتى أشوف البرج وأشوف المدينة كلها. ما شاء الله المنظر عن جد حلو كتير، حتى بتقدروا تشوفوا جبال الروكي من بعيد. هاي الطرف الثاني للمدينة، بتقدروا تشوفوا نهر بو والضواحي الشمالية للمدينة. شغلة حلوة بكالجاري انه المترو بالداون تاون فري. في صرف واضح على المباني الحكومية بالمدينة، وهلا رح نروح على المكتبة المركزية اللي فتحوها جديد. شوفوا كيف هدول التماثيل عم يتمرجحوا، ما بعرف اذا من الهوا ولا حاطين شي جواتهم. وهي تصميم المكتبة من جوا. المكتبات العامة بكندا اجمالا بتكون مجانية وفيها خدمات كتير مميزة، وتصميمها من جوا كتير حلو لحتى تجذب العالم لإلها. جنب المكتبة في استوديو بيل اللي هو المتحف الوطني للموسيقى بكندا. المتحف فيه مسرح وفيه معروضات فنية متعلقة بالموسيقى. المبنى من جوا ومن برا مغطى بقرميط بيعكس الصوت وبيعطي صدى كتير حلو. وهالمدينة فيها تماثيل وقطع فنية حلوة كتير. ألبرتا من أقل المقاطعات اللي بتاخد ضرايب، وهذا الشي بيخلي العيشة فيها أرخص من باقي المحلات. وهي إطلالة الفندق عند غروب الشمس، وهلا بعد شوي يمكن ننزل نتمشى شوي. وهي الداون تاون بالليل عند البرج. والأرنب عم يتمشى هون بالمدينة. بشكل عام الشعب الكندي بينام بكير، فبالليل ما بيكون زحمة كتير. المباني بالداون تاون موصولة مع بعضها بجسور مثل هاد، ما في داعي تطلعوا لبرا بهالطقس وتمشوا. ونفس هالشي موجود بمونتريال وتورنتو بشبكة أنفاق تحت الأرض، بس هون بتقدروا تمشوا فوق الأرض. وهذا جسر مشاة بيوصل الداون تاون بالمنطقة الشمالية وكتير مشهور. اسم هالجسر بيس بريدج. وهذا الجسر صممه نفس الشخص يلي صمم برج خور دبي الجديد يلي رح يصير أعلى برج بالعالم. بتحسوا هاي المدينة من المدن الغنية بكندا، بس مشكلتها انه طقسها بارد كتير. وعلى طول النهر في كورنيش بتحسنوا تمشوا فيه، بس الحرارة ناقص 10. نهر بو فيه جزيرة، وهي الجزيرة عاملينها حديقة اسمها برينس بارك. رفقاتي
رفقاتنا يلي ساكنين بكالجاري كانوا بيقولولنا انه هاي الحديقة من الاماكن الحلوة بكالجاري، يمكن بالصيف احلى بكتير، فاللي عايشين بكالجاري بعتولنا الصور. برد كتير فما رح نقدر نضل وقت اكتر بالحديقة، مع انه هذا النهر كبير بس لانه برد تقريبا رح يتجمد. هاي الإطلالة على الداون تاون من الطرف الثاني للنهر. كنزينغتون هي منطقة مشهورة إنه فيها مطاعم ومحلات حلوة بشمال المدينة. هالشارع مشهور بالمطاعم فرح أطلع على مكان أفطر فيه. يا طلعوا كيف في آثار أقدام ناس ماشية على النهر المجمد. وهلا راجعين على الداون تاون مرة ثانية. وصلنا على متحف فورت كالجاري وهلا رح ندخل نشوفه. المعروضات بتورجينا كيف الحياة كانت هون قبل ما يطلع النفط. باعتبار هاي المدينة فيها نفط فاللي جايين من الخليج بمهن متعلقة بالنفط بفضلوا يعيشوا بهاي المنطقة. وانتو عم تمشوا بين البنايات بتشوفوا مناظر حلوة مثل هاي الطيارة. يمكن لانه الطقس برد فالناس اللي عم تمشي بالشارع قليلة، بس بالصيف اكيد الحياة بتكون احلى بكتير. وبمعظم المدن الكندية بيكون في منطقة اسمها تشاينا تاون بيكون فيها سكان صينيين ومنتجات صينية. هاي الحي الصيني اللي قريب من الداون تاون. كالجاري مدينة حلوة وأرخص من تورنتو بس بنفس الوقت الطقس فيها بارد كتير. وبشمال المدينة في تلة اسمها نوز هيل بتحسنوا تشوفوا منها أطلالة حلوة للمدينة. التلة كبيرة كتير وبتحسنوا تمشوا فيها لساعات. رح نخلص الفيديو بهالمنظر الحلو لغروب الشمس. إذا حبيتوا الفيديو بتمنى تعملوا اشتراك بالقناة وتحطوا لايك. شكرا كتير، يلا باي.